يوجا الضحك هي عبارة عن تدريبات تنفس مع تدريبات ضحك، وفي الآخر بيبقى فيه استرخاء عميق اسمه يوجا نيدرا. لما بعمل الحاجات دي بترتيب معين، بنظام معين وبترتيب معين، بتأثر في الجسم تأثيرات هائلة جدا، تعمل تأثيرات فسيولوجية على الجسم وعلى الكيمياء بتاعة الجسم، بتساعد على إفراز هرمونات السعادة زي الإندورفين والدوبامين والسيروتونين. كل الحاجات دي، الحالة المزاجية بتتحسن، الحالة النفسية، حاجات كتيرة جدا بتتحسن لما أنا بضحك بشكل متعمد مع تدريبات التنفس. هي ليه الموضوع يعني وصل حدانة متأخر؟ هو وصل حدانة متأخر، يعني وصل حدانة على ايديك يعني، يعني الموضوع هو هندي هو هندي؟ أصول يوجا الضحك من الهند. دكتور مدان كتاريا هو مبتكر يوجا الضحك من حوالي 25 سنة ولسه ده نزل مصر دلوقتي يعني. لا طازة. بس في قبلي في حد سبقني، دكتورة أوتا ديفيكا، دكتورة ألمانية مقيمة في مصر، هي اللي دخلت يوجا الضحك مصر من 6 سنين. أنا لما جربتها حسيت بفوائد فعلا فيها يعني. لما جربتها كان في فترة معينة كنت تعبانة جدا، فاستخدمت يوجا الضحك في ان انا اتحسن نفسيا وجسديا وكل حاجة، وفرقت معايا جدا. فقررت ان انا اكون مدربة وان انا استخدم الموضوع حتى لعلاج المرضى، بالذات مرضى الكانسر يعني، دول اكتر ناس انا حابة اساعدهم في المجال ده. ولقيت بقى ليها فوائد كتيرة يعني، حتى علاج مرضى الاكتئاب مثلا بتستخدم كعلاج مساعد، لان هي بتنشط الهرمونات بتاعت السعادة في المخ بشكل طبيعي. دي اللي مرضى الاكتئاب بيضطروا ياخدوا لها أدوية محفزة، اللي هي الأدوية المضادة للاكتئاب.